هلا اصدقائي، كيف كانت اليوم؟ فيديو جديد. قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك، تشتركوا القناة اذا ما كنتم مشتركين، وخلونا نبلش بحلقه اليوم. بناء حظيره الحيوانات، ليتس جو. انا خلف الكواليس جمعت موارد وعملت هذا السور مشان نعمل حظيره للحيوانات. رح يكون في كذا حظيره، يعني ما بس وحده، حظيره ابقار، حظيره كمان، حظيره خاصه بالخنازير، وحظيره بالدجاج. كل شيء له حظيره خاصه فيه، فخلونا نبلش نبنيهم. اول شوف، هون عنا قروي. والله الله يساعدك مسكين. عنا قروي، يعني اخذت اللامه وتركته هون. فخلونا هلا نعمل حظيره الابقار اول شيء، او بنعمل حظيرتين هون، الابقار والبقر البقر المشروم. اوكي، بدنا، ما بعرف اذا هي بتكفي او نعملها بس للابقار ونعمل واحدة تانية الغير. بدي انا، لانه اكتر شي عندي ابقار حاليا، رح كاسرن اكتر شي. نجيب منه الحليب اولا، ثانيا نجيب منه اللحم والخواريف مشان نجيب منه الصوف. وهلأ خلونا على السريع نبني الحظيرة التانية. قبل خلونا نحط الباب ويلا نبلش. هلا بعد ما خلصنا رح نعمل هون نفس الشي بالضبط، بس ما هي بهاي الحلقة، رح اعملهم خلف الكواليس لاني ما بقي معي خشب من هذا اللون. ورح نعمل هاي الحلقة، رح ناخذ حيوانات هلا كل واحد على حظيرته. وهذا القروي ما بعرف انه شو بدي اعمل فيه، بس بالحلقات القادمة بنشوف. احتمال اعمل قرية كاملة، جيب كل قروي برسبن عليها. اوكي، في معي بس 27 بقوا، ما بعرف اذا رح يكفونا، اكيد ما رح يكفوا. اوكي والله كفوا لهي الحظيره، بس الحظيره الثانيه اكيد 100% ما رح يكفونا. ف اوكي بكملوا خلف الكواليس، بدي بس عدد قليل جدا جدا جدا. اوكي هيك خلصنا، رح كمل انا هول الاشياء خلف الكواليس. هلو، هلا صار وقت نضحك على الحيوانات. خليهم يلحقوا الاكل بس ما نطعميهم. صراحه نطعميهم بالمستقبل مشان يصير عنا اكثر حيوانات، بس هلا مشان ناخذ كل واحدة حظيرته. تعال ايها الحيوان الاول، راح تكون لا هلا بيزعل، بده، والله اسف، بعتذر منكم، بس ما كانت بايدي، بل بايدي ضربتكم، بس ما كان قصدي. تعالوا انتوا، تعالوا شكلكم. اوكي مين بده يجي؟ لا 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 لا، ما حدا يوقع، ما بدنا حدا يوقع. تعالوا اول شيء الابقار العاديون، انت يا سيد بقرة تفضل الى مكانك. لا ما كلكم، واحد بس. لا انتو ما هون، لهون تعا انت. اوكي مين بده يدخل هلا؟ يلا راح تكون هون مزرعة الخواريف. لا يا ليل، انت اطلع، والله هون مصيبة. هذا يطلع، تعا تعا تعا، هون راح تكون مزرعة مشروم، قرر مثلا سكر. لا ممنوع تطلع. اوكي ما بعرف شو صار، بس تفضلي. خلونا نجيب البقية كمان، بقي عنا بقر بقرتين، وبقي عنا كمان بس بقرتين وخنزير واللاما، ما بعرف وين بدي اروح فيهم. اتمنى تقبلوا بالتعليق اللاما شو بياكلوا، مشان كمان نعمل مزرعة لاما او حظيرة لاما بالبصل. تفضلوا، رح يكون عنا، تذكروا المولود الجديد بالحلقة الماضية البقرة، مات، يا مات، ما فينا نعمل شيء، يعني الله يرحمه، ما فينا نعمل شيء. وهذا صار عنا بقرة جديد صغيرة. هذا كيف مات؟ ما مات، بس كبر، ما مات. كيف؟ منيح منيح الحمد لله. يلا هلا قروي، جبنا لك صديق جديد بدال اللاما. اللامات كانوا يعملوا لك مصايب، هذا ما بيعمل لك شيء. اوكي
بعتقد خلصنا. بدي تقترحولي بالتعليق بدكم الحلقة الجاية تكون انه حلقة بناء البيت او حلقة المزرعة. رح نعمل مزرعة ضخمة كمان بس انتو اختاروا. رح نعمل مزرعة اشجار كمان بس ما بعرف انتو اختاروا. قولوا لي اقتراحاتكم بالتعليق. انا رح شوف تعليقكم الحلقة القادمة. رح صير حط كمان تعليقكم بالفيديو. ما بعرف تشار البقرة الغبية ما بتجي يا نوب تع. اوكي جي جي دي جي هلأ مات. هلأ مات كنت عم بقلكم انه مات. فهولا مات رح يبقوا هون لهاي الفترة. وهذا كان كل شيء لفيديو اليوم. إلى اللقاء.